راديو الأهرام يقدم علاء الدين مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى دردير. ونيجي الأول فقرة معانا النهاردة، علاء الدين والأصدقاء، فقرة تمثيلية هيأديها علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان. كل حلقة هيتفقوا فيها على حاجة حلوة هتغير حياتهم، ونسمع التفاصيل مع نهى سعد، سعد المغربي، وأحمد مصطفى. ياسمين، أنا مش خارج معاكم النهاردة زي ما اتفقنا. ليه يا علاء؟ مش امبارح اتفقنا مع مرجان هنروح النادي؟ مرجان ده انا مش عايز اخرج معاه تاني. ليه بس؟ ده انسان صعب وانا مش عايزه يبقى صاحبي خلاص. استنى بس وفهمني. صباح الخير يا ياسمين. اوف بقى، انا ماشي. يعني هو انا اللي عايز اقعد معاك؟ بس ليه كل ده؟ مالكو؟ مفيش، انا ماشي. انا اللي ماشي كده برضو؟ مش احنا طول عمرنا اصحاب؟ خلاص بقى يا ياسمين، ده كان زمان وخلص. طب فهموني. مرجان بيرخم عليا كتير، واخر مرة احرجني في الشارع وقعد يزعقلي ويزقني قدام الناس. انا عملت كده بعد ما انت سبتني ومشيت. ايوة، لانك كنت عايز تلعب في الشارع كرة وانا مش بحب كده. وايه يعني؟ العب معايا شوية وخلاص، ما انت ضايقتني. وانت كمان ضايقتني لانك مش بتحترم رأيي. رأيي ايه؟ وانت عندك رأي؟ طبعا عندي رأي وشخصية، مش تافه زيك. تافه؟ انا تافه؟ يعني ايه تافه يا ياسمين؟ يعني ملكش لازمة. اوه سوري يا مرجان، انت اللي سألتني على معناها. انا ماليش لازمة؟ انا قلت تافه. ياسمين هي اللي قالت ملكش لازمة. انا قلت كده؟ قلت كده. انت بتهزيني يا ياسمين؟ ايه ده؟ هو انتوا دخلتوني في مشكلتكم؟ واحنا التلاتة كده متخصمين ومش هينفع نبقى اصحاب تاني. لا، ما خلاص خير بكده، حتى ياسمين هزيتني. بس اسكتوا، افصلوا انتوا الاتنين، خيركم من بدأ بالسلام وانا اولكم. انا كنت بقولك معنى الكلمة يا مرجان، مش قصدي هزقك، ومع ذلك بعتذر لك جدا. خلاص ما حصلش حاجة يا ياسمين، انت برضو زي والدتي. نعم. خلاص بقى نتصالح. ماشي. وانا كمان بعتذر يا مرجان، معلش، بس لو سمحت ما تطلبش مني حاجة تاني انا مش عايزها. خلاص ماشي، عندك حق، حتى لعب الكرة في الشارع مش حلو، وبتملي تراب وبتخانيم على عيال. خلاص بقى، يلا نخرج نروح النادي ونلعب زي ما احنا عايزين. يلا بينا يا ياسمين. اما الفقرة دي فمعانا مواهب وابطال، هيكون لينا لقاء بطفل او طفلة موهوبين في الرياضة او الرسم، في الغنى او الموسيقى. تعالوا نسمع موهبتنا النهاردة مع حسن علي ومحمود شلبي. التنسيق بين الذهن وحركة اليدين والجسم وتقوية العظام والعضلات من أهم فوائد كرة السلة، اللي بتعتبر تاني أشهر الألعاب الجماعية في العالم. تعالوا نتعرف على موهبتنا في الباسكتبول. نتعرف عليكي. أنا مريم عوني، عندي 14 سنة، بلعب باسكتبول. النادي اللي بتلعبي فيه إيه؟ نادي الأهلي. طب مش غريبة أن نلاقي بنت بتلعب باسكتبول، ودي بتعتمد أكتر على الأولاد عشان قوة جسمانية؟ لا خالص طبعا، عامة على حوار القوة الجسمانية، فأنا طويلة والفريق كله طويل. ثانيا البنت زي الولد في الرياضة وفي كل حاجة. طب وليه اخترت الباسكتبول بالذات؟ يعني ما انت عندك ألعاب كتيرة جدا بتناسب البنات، اشمعنى الباسكتبول؟ لأن أنا كان ساعتها طولي متناسب والقوة الجسمانية متناسبة، وهي عامة لعبة ممتعة جدا وجميلة. طيب شاركت في أندية تاني غير النادي الأهلي، ولا بدايتك كانت مع الأهلي على طول؟ لا، أنا كنت بلعب في مركز شباب تبع الحي بتاعي، وبعد كده اكتشفني كابتن في نادي الأهلي، عشان أنا كان طولي ما كانش مناسب مع سني، كنت أطول من العادي، فخدوني على الأهلي على طول. ويا ترى شاركت في أي بطولات، ولا كنت بتكتفي بالتدريبات مع النادي وبس؟ لا، هو كان تدريبات، وكنا بنخش ماتشات قدام الفرق التانية زي نادي المقاولين ونادي الزمالك. تمام. طب مين مثلك الأعلى في الباسكتبول، أو سواء فردي أو نادي؟ مايكل جوردن أكيد.
مايكل جوردن طبعا. طيب تحب تقولي ايه لكل البنات اللي بيخافوا يشاركوا في الالعاب اللي بتعتمد على الاولاد بس؟ لا طبعا مفيش لعبه بتعتمد على ولد بس، ولعبه الباسكت جميله جدا سواء كانت بنت او لولد ما بتفرقش خالص. طيب وتحب تقولي ايه الراديو الاهرام؟ طبعا نشكر راديو الاهرام لانه دايما بيسجل معانا سواء كان في الرياضه. دليلة، أخبار من هنا وهناك ورش وكورسات هتفيدك، تعال عرف التفاصيل مع نهى سعد. أصدقائنا أصدقاء علاء الدين في كل مكان، ولاد وبنات، رجعنا لكم بأخبار عن أهم وأجمل الأنشطة والأماكن اللي عارفين إنها بتهمكم، حفلات ورحلات وكورسات وورش عمل في أماكن كتير زي النوادي والسفارات والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها كتير من الأماكن الجميلة. متحف الطفل بيدعوكم لحضور المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية يوم الخميس 25 إبريل الساعة 11 صباحا. حضور المهرجان مجاني ضمن فئات تذاكر الدخول. قصر ثقافة الجيزة بيدعوكم لحضور معرض إبداعات في حب مصر لمجموعة من الفنانين التشكيليين، وده هيكون يوم الأربعاء 24 إبريل الساعة 6 مساء في قاعة الخيال. ساقية الصاوي بتجدد دعوتها للانضمام لورشة إعداد ممثل للأطفال. وأيضا في ساقية الصاوي ندوة عن أسرار فقدان الوزن الزائد بطرق صحيحة. الندوة هتكون يوم الخميس 25 إبريل في قاعة الحكمة في تمام الساعة 6 مساء. أصدقائي الصغيرين، أصدقائي المستمعين، الحلقة مرت بسرعة، كان نفسنا نفضل معاكم أكتر من كده. استنونا في الحلقة اللي جاية مع علاء الدين. مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الرعي، تقديم نجوى دانديري.